البلاي كانري نيوروباثيكا دي عبارة عن مرض غريب جدا، عبارة عن تلبك في الشعر بشكل فظيع جدا لدرجة ان هو ما بيبقاش بيتسرح تقريبا، بيبقى عبارة عن كتلة واحدة من الكيراتين الغير مخترق، يعني مش قادرين نيجي جنبه، لا قادرين نفرحه، لا قادرين نفكه، لا قادرين نعمل فيه اي حاجة. والحقيقة الشعر بيبقى متلبك جدا وأسبابها غير معروفة لحد دلوقتي، ولكن بتيجي كتير في الناس اللي هي ممكن تكون أهملت شعرها فترة من الوقت. أحيانا بتيجي في بعض الناس اللي عندهم أمراض نفسية، أحيانا بتيجي برضو في بعض الأماكن زي مثلا الهند أو كده، في عندهم معتقدات أنهم يسيبوا شعرهم فترة طويلة وما يقصروش. طبعا عدم العناية بالشعر، استخدام برودكتس مش مناسبة، عدم تسريح الشعر فترات طويلة، برضو بعض أحيانا بتيجي مع بعض الأمراض البكتيرية أو الأمل والصئبان، بتبقى مليان الشعر مليان. علاجها الحقيقة برضو يعني احنا في الآخر غالبا بنقص الشعر، يعني بنقصه خالص أو بنحلقه خالص علشان نتخلص من الكتلة الصعبة اللي مش قادرين ان احنا نسرحها. لو الموضوع لسه في بدايته ممكن ان احنا نحاول مانيولي ان احنا نفك الشعر من بعضه، عن طريق برضو استعمال المذيبات اللي هي الأورجانيك سولفنس، بتساعدنا فك الشعر عن بعضه وتسريحه. وممكن اذا كان فيه طبعا بكتيريا ناخد معاه مضاد حيوي فموي، وممكن ان احنا برضو نعالج لو فيه صئبان او امل، نعالج الامل. دي كلها حاجات احنا بنلجأ لها علشان نعالج المشكلة الغريبة دي اللي ممكن وبنشوفها موجودة في بلادنا وموجودة في بلاد كتيرة جدا في الشعر.